أحسن الله إليكم، تفضل يا أختي أم خالد من جدة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ بالنسبة للصلاة. أيوة. الآن يعني في هذه الصيفية في تكثر الزواجات وزي كذا، فالحرمة من بعد المغرب يعني تبدأ تلبس زينتها وزي كذا، وصعب إنها تشيلها، يعني زينة ثقيلة على الوجه وعلى الشعر. فما أدري ينفع إني أجمع العشاء مع المغرب، يعني 4 ركعات العشاء وأجمعها مع المغرب، يعني لأنه صعب جدا إنه يعني بعد المغرب خلاص تبدأ الزينة وزي كذا وما عاد نقدر نشيلها أبدا. إيه فضيلة، واضح السؤال؟ واضحة، شكرا لك يا أختي أم خالد. تقول عند الزواجات وخصوصا فيها الصيفية فضيلة الشيخ يضعون المكياج والأصباغ، فبعض النساء فضيلة الشيخ تجمع المغرب مع العشاء خوفا من هذه الأصباغ التي تذهب مع الماء، ما رأيكم في ذلك؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين، لأن الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا في حالات خاصة كحالة المرض الذي يحتاج معه إلى الجمع، حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وحالة المطر بين المغرب والعشاء، هذه حالات الجمع. وما عداها فلا يجمع بين الصلاتين لأي غرض إلا بما كان في معنى هذه الأعذار المذكورة. وهذا الذي ذكرته ليس بعذر، ليس بعذر يبيح لها الجمع بين الصلاتين. نعم.